عندنا حديث طويل جدا عن عودة مباريات هنا دوري أبطال أوروبا طبعا امبارح، وهنستكمل كمان المنافسات النهارده، ده إلى جانب كلامنا عن استعداد الأهلي بقى للهلال السوداني. ماتش هيكون يعني مش هقول صعب جدا، بس فيه تنافسية شديدة جدا، كل جانب عنده الدوافع وعنده الأسباب اللي تخليه عايز ينزل يستقتل وينزل يفوز. هنتكلم في كل ده على كل حال، بس خلينا نرحب بضيفنا أستاذ آسر حسين الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح الفل عليك يا هاندو وعلى كريم وعلى جمهوركم المحترم في كل حتة. منور الدنيا كلها، اهلا بيك. تعالى نبتدي يا اسد بالملف ده، بالاهلي وبالماتش ده تحديدا. وانت طبعا سيد العارفين، دايما الفرقه السودانيه بتبقى اللقاءات معاها قويه وبيبقى فيها منافسه شديده وبيبقى فيها نديه الى حد كبير، حتى لو هم في الظروف العاديه ايا كان الفريق ايه امكانياته اللي هي المعهوده المعروفه، لكن لما بيجي قدام الاهلي لا بيتعملق، الوضع بيختلف. فشايف الماتش ده ازاي وتوقعاتك ليه؟ سؤال حلو جدا يا كريم، كمان لانه الهلال بالذات ايا كان الموسم بتاعه ماشي ازاي على المستوى المحلي، دايما لقاء مع النادي الاهلي هو بيعد العده جامد جدا، النادي الاهلي بيبقى متحمس جدا يعمل نتيجه كبيره، والشاهد على ده انه النادي الاهلي ما حققش الفوز في ملعب ام درمان ابدا على حساب الهلال. نفتكر طبعا مباراه 2019 والامور الامنيه اللي حصلت والخروج في حمايه الامن السوداني، ودي طبعا كانت الطريق اللي اتسع الحمد لله، فدايما في حماس في المباراه ودايما تبقى مباراه صعبه جدا على الطرفين. اللي عايزين نفكر الناس كريم ونهاوند انه الاستعداد للمباراه دي بالنسبه للامور الفنيه ومستر كولر بدا من مباراه فلامينجو، اصر انه يريح سته من اللعيبه ويعمل روتيشن او يعمل تدوير في الفرقه عشان هو عامل حسابه ان الفريق شارك في مونديال الانديه في 10 ايام، في اربع مباريات في 10 ايام فقط، فده عامل اجهاد طبعا كبير جدا على اللعيبه، فبدا يريح اللعيبه لانه عارف انه اسبوع من مباراه فلامينجو هنقابل في الهلال في ام درمان، فبعتقد انه اللعيبه خدت يعني قسط من راحه يعني مقنع معقول. معقول جدا. مباراه صعبه جدا، بعتقد ضربه البدايه دايما في دور المجموعات مهمه جدا، بتدي رساله لكل المنافسين. الهلال على الناحيه الثانيه عين على المنافس، لعب اول مباراه مع سان داونز في بريتوريا، سان داونز كسب، مش بس كسب 1-0، تسيد المباراه بالكامل، نسبه الاستحواذ وصلت في فترات كريم ل 70-30. فمباراه لقاء من طرف واحد يعني. من طرف واحد بالتحديد بالظبط يعني. وكمان هو في الدوري اموره كويسه، متصدر بفارق بس نقطتين عن المريخ، والمنافسه تبقى اعتقد شديده جدا، انه الفريقين السنه دي يعني بالاخص دعموا الفريق بتاعهم بصفقات كبيره جدا، فبعتقد تبقى مباراه صعبه على الطرفين. نتمنى ان الاهلي تبقى ضربه البدايه ان شاء الله موفقه، وان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه في قلب ام درمان ان شاء الله. هل في مفروض يعني احنا طبعا ما مش بنتدخل في الفنيات الخاصه بكولر، بس بنقول او بنتكلم او بنحاول ان احنا نفهم، هل المفروض كولر يلعب الجيم ده بدايه كده بلعب او بفكر هجومي عشان نخلص في الدقائق الاولى، وما نديش كمان فرصه للمنافس ان هو خلاص احنا اصل ما فيش رفاهيه برده ان النادي الاهلي يخسر اي مباراه باذن الله، ده مش هيحصل يعني. فهل المفروض نبدا نهاجم الدقائق الاولى عشان نخلص الجيم بدري، ولا مش محتاجين ده؟ النادي الاهلي مع كولر نهاوند دايما بيبدا بيباغت، وميزه كولر على المستوى النفسي قبل الفني انه بيخش بشخصيه النادي الاهلي، بيفرض اسلوبه على اي فرقه بيلعبها، صحيح بتغير التكتيك على حساب الفريق او الفريق اللي انا العب قدامه ازاي. انا مذاكر اصلا بيغير التكتيك او التاكتيك بتاعه في المباراه اكتر من مره بالظبط يعني. وده المدرب الشاطر، ان انا بحضر اكتر من سيناريو على مدار المباراه عشان اقدر اعرف انا هلاعب بره الخطوط، هلاعب المدير الفني او الفريق الثاني المنافس ليا ازاي. فمباراه زي دي انا ممكن اضغط ان انا اجيب الجون من غير ما اغير في تشكيلتي المعتاده وهي 4-3-3 باحترام المنافس، وان انا بقفل وسط ملعبي، لكن انا بباغت من اول دقيقه ان انا عايز اكسب الفريق الثاني. نفتكر ردا على سؤالك، انا هوند اول مباراه خالص لكولر اللي كانت امام اتحاد منستيري، الاهلي رايح في تونس بيهاجم الفريق التونسي في قلب ملعب صح. تونس، فبالتالي ما عنديش قلق خالص على فكره ان كولر هيروح هناك هيلعب على المكسب، لو لا قدر الله اللي طلع بنقطه ما هياش اسوأ حاجه، لكن انا متاكد من اول دقيقه الاهلي يروح يلعب على المكسب. نتمنى ده طبعا. في ضوء بقى اللي شفته من النادي الاهلي ومن لعيبه النادي الاهلي اثناء مشاركتهم في النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه، بناء على اللي شفته مطمن لايه وقلقان من ايه في ماتش السودان، ماتش الهلال السوداني؟ طيب مطمن قوي على الفرقه مع وجود هذا الرجل، بعتقد رهان اداره النادي الاهلي على كولر هو الرهان الانجح حتى الان في الموسم. مايسترو حقيقي، بغض النظر عن غضب بعض من الجماهير او مضايقه الجماهير لانها تعودت دايما على الاعلى والنجاح اللي بيكلل بنجاح، انه ما خرجناش بميداليا المونديال ده كريم، لكن الحقيقه بعتقد انه اللي راضي عنه جدا اداء الفريق، احنا خدنا البرونزيتين الماضيين في مونديال الانديه، لكن الفريق ما لعبش الكوره الممتازه دي والمتنوعه دي، وما كانش فيه الاداء التصاعدي ده مع مدارس مختلفه من الكونكا كاف لبطل امريكا الجنوبيه، البطل ما لعبش الكوره دي قد اللي لعبها الحقيقه مع كولر. انت عندك اخر ماتشين بصفه خاصه في كل ماتش منهم على حده كان فيه نقطه تحول
طب نتج عنها الفرق الكبير في السكور. مظبوط جدا. فما انت برضو دي من ضمن النقاط اللي لازم يبقى عيننا عليها، عشان ما انت برضو افريقيا على الاقل هتقابل برضو منافسين اقوياء. مش بنفس حجم ولا دسامه ولا قوه ريال مدريد مثلا، بس برضو بتلعب مدارس كرويه مختلفه، فوارد دايما يبقى في مساحه كافيه لمفاجآت غير متوقعه. كلام سليم. شوف اكتر المتفائلين في منظومه النادي الاهلي سواء اداره لعيبه، مجلس اداره لعيبه، الجهاز الفني، ما كانش يحلم باعداد جيد للموسم بتاع النادي الاهلي محليا وافريقيا قد اللي حصل في المونديال الاهلي ده. الاعداد الاميز، الاحتكاك بالمدارس دي في مشاركه لم يكن مقدر الاهلي انه يروحها، لانه ما كانش بطل افريقيا، والفريق يعد بالفريق بالطريقه دي ويخش على منافسات افريقيا وهو نفسيا جاي حاسس انه اعلى من كل فرق افريقيا، حاسس انه انا اللي رحت مثلت افريقيا ولولا الظروف اللي انت اتكلمت عليها في الماتشين كان ممكن احقق اروح للنهائي. فبالتالي اعداد ممتاز جدا. اللي مطمن لي اداء الفريق مع كولر، ثقه اللعيبه. دايما بتقيس المدير الفني في حاجه من الحاجات المهمه قوي هي اداء اللعيبه بتطور ازاي معاه. في لعيبه احنا شفنا ادوار اللعيبه نفسها بقى لها اربع او خمس مواسم مع النادي الاهلي ما قدمتش التطور ده في الاداء غير مع كولر. صح. اللي قلقان منه شويه انه الاصابات وانه تجهيز البدائل. يمكن اخر مباراه وعمليه التدوير دي كانت مهمه للنادي الاهلي. محمد هاني اخذ يعني خسرنا المباراه، لكن محمد هاني اخذ راحته فيقدر يلعب. رب يعني اللي حصل يمكن يعني قدر ليه ان خالد يطرد فيشارك المباراه القاريه اللي بعدها، مش هيقدر يلعب مطرود في مباراه فلامينجو. فبالتالي الاصابات وعمليه ان انت بس يكون عندك اكتر من بدائل على الخط. هو طرد عليه علامه استفهام بس مش موضوع. انا مش علامات عليه علامات تخش في التفاصيل. خليكي ساكته يا نهوان. طيب بصي، قبل ما نروح لدوري ابطال اوروبا انا عايزه بس اروح معاك لنقطه انت حتى هاخد من كلامك. كولر فعلا نجح ونجح جدا بشهاده الجميع ان هو يرجع التالق تاني للعيبه. يعني احنا كنا شفنا تراجع في مستوى مثلا بعض اللعيبه. خليني اديك مثال عادي، لقفشه، لمحمد شريف، شناوي جت عليه برده فتره مش ده شناوي اللي احنا نعرفه، حسين الشحات، في كام لاعب عندنا اللي هو لا احنا شايفينهم كنا في ليفل تاني خالص. تراجع الموضوع شويه في فتره ما، وبعد كده مع قدوم كولر لا الوضع اختلف 180 درجه. فعلا رجعوا ورجعوا كمان افضل من الاول. سر ده ايه؟ يعني هل انت بتتكلم ان هو بيعرف ازاي يتعامل نفسيا، ولا فكره ليها علاقه شويه بالتدريبات ومشاركتهم في الملعب، اعطاء فرص؟ يعني بتشوف السبب ايه؟ خلينا نفكر الناس نهوان، دي نفس المجموعه من اللعيبه اللي السنه اللي فاتت كان في انتقادات كبيره جدا ان النادي الاهلي رغم تحقيقه البرونزيه مونديال الانديه ورغم تحقيقه السوبر الافريقي انه خساره الالقاب المحليه، اللعيبه دي ما خلاص وكلام من ده. ده نفس المدير الفني بنفس المجموعه متصدر الدوري بفارق كبير جدا، ماشي دلوقتي في دور المجموعات في افريقيا، راح عمل اداء المبهر ده في مونديال الانديه. 22 مباراه بلا خساره الى ان انتهت على ايد زعيم الكره في العالم ريال مدريد، فبالتالي شيء مبرر جدا. كل العناصر اللي انت قلتيها بعتقد انه عملها، وده المدير الفني الشاطر. فكره ان احنا شايفينه ازاي بيستوعب اللعيبه، وفكره الوان تو وان سايكولوجي، وانه بيطلع من اللعيبه نفسيا بيحتويهم كويس جدا. شفنا في تجارب سابقه ان ممكن مدير فني لعيب مش في الفورم او مش مادي يستبعده تماما. دي حقيقه. كولر عنده صبر رهيب حتى لو شايف ان الجماهير، ودي عاده جماهير النادي الاهلي، ما عندهاش صبر. جميلنا ده اللي مش فورمه لا يعني، بس في نفس الوقت بتدعم لعيبتها، فبالتالي هو بيحتوي اللعيب كويس جدا، بيديله اكتر من فرصه. شفنا ان رغم انه نسبيا في تشكيله ثابته النادي الاهلي، التغير الوحيد في الثلاثي الهجومي اللي بيحصل فيه تدوير، لكن رغم ده ما فيش حد في المنظومه حاسس انه مش بيشارك. يعني ما فيش لعيب زي ما الانجليز بيقولوا في الريزيرف او بره القايمه، كلهم بيشاركوا. في ناس بتشارك اساسي طبعا كتير، يمكن خط الظهر ومنظومه خط الوسط ثابته طبعا مع حراسه المرمى العملاقه، لكن الوارد يشارك في اي لحظه. كل الناس، محسن الشحات مونديال الانديه وتالقه من لاعب ما بيشاركش باستمرار في الاحتكاكات المحليه الى لاعب هو الاساسي وهو الابرز في الشق الهجومي في مونديال الانديه. مش اول مره لحسين الشحات، دايما هو في المباريات اللي من النوع ده. هو حسين مونديالي، بيتحول، هو مونديالي، مونديالي جدا، هو عايز كاس العالم للانديه. بالتالي طبعا بتمنى ان يكون استكمال، طبعا يعني يكون خد جرعه ثقه ممتازه وهتفيدنا طبعا جدا في مباراه الهلال. تعالى بقى نروح لدوري ابطال اوروبا. يلا بينا. واول ماتش عايزين نقف معاك عنده ونتامله كده، ميلان وتوتنهام. طبعا ميلان ما هوش في الوضع الامثل قوي في ترتيب الدوري، هو الرابع او الخامس او السادس في الحته دي يعني. وفي المقابل توتنهام طبعا بقياده اكيد مدربه كونتي وهدافه هاري كين، تحس ان هم مركزين اكتر في دوري ابطال اوروبا. فالماتش ده شفته ازاي؟ بعتقد ان الفوز لميلان قبل المباراه كان مهم جدا للكره الايطاليه عامه، بره حتى الامور الفنيه. الجاب بيوسع قوي كريم بين الكره الانجليزيه وبقيه الدوريات الكبرى في العالم.
ايطاليا في ماساه في فكره بقى كذا سنه وفي فكره رواد. حتى زعيم ايطاليا او القوي بتاع او الغني بتاع ايطاليا دلوقتي خصم منه 15 نقطه في طريقه الى خصم 15 تانيين او انه يهبط اللي هو يوفنتوس. فبالتالي ميلان كان مهم قوي لكل جمهور الكره في ايطاليا ان ميلان يكسب، حتى من الجماهير المنافسه عايزه ميلان يكسب. فبالتالي فوز مهم جدا معنوي. ميلان كان محتاجه لانه خسر في اقل من 10 ايام من انتر المنافس مرتين ورا بعض في بطوله السوبر 3-0، بعدين خسر في الدوري او حقق اول فوز في الدوري، بعديه على طول جت مباراه توتنهام. يمكن الهدف حتى ما فيهوش فنيات قوي، يعني في روح اكتر. يعني ثيو خد الكوره في الكوره المشتركه، كسبها من المدافع، لعبها بالعرض وسجلت. فبالتالي كان في روح لميلان. توتنهام يعني محتاج جدا انه يفكر في ماتش العوده، لانه هيخش لو استمر او ميلان كسب المباراه اللي هناك هيخش في دوامه صعبه جدا. خسران من ليستر 4-1، بيبتعد عن مراكز تاهل دوري الابطال رغم الدعم اللي عملته اداره توتنهام لكونتي. فبالتالي الضغط بيزيد على توتنهام اكتر. ميلان حقق فوز مهم جدا. طب انا عايزه اسال حاجه، هل ميلان مع عوده جيرو او ابراهيموفيتش ممكن نوع يتحسن، ولا يعني لان المستوى بتاعه مش كده المفروض بتاعه؟ لا مش بالمستوى الرابع والخامس احنا بنتكلم بالظبط. انا هو محتاج كل اوراقه، يعني يمكن ميلان وانتر ما عندهمش رفاهيه انه لعيب يغيب، محتاجين كل الاوراق. ابراهيموفيتش عودته هتكون معنويه جدا، يمكن كانت الناس بتتكلم انه احتمال كان يرجع في المباراه اللي كانت امبارح، لكن واضح انه لسه محتاج وقت في التاهيل. ممكن نرجع على المباراه اللي هتكون في توتنهام ستاديوم في انجلترا. عوده جيرو مهمه جدا لهجوم بالزبط. الفريق كل الاوراق، يعني الفرق في ايطاليا ما بقاش عندها رفاهيه ان في 5-6 على الدكه يغيروا النتيجه. فبالتالي كل عنصر بيرجع يشارك ومنهم جيرو بيضيف للفريق كتير جدا. الماتش الثاني بقى واللي كانت ناس كتير قاعده ايه متحفزه ومتربصه وقاعده مستنيه تتفرج عليه وشايفين ان هم هيتفرجوا على عظمه. طبعا عايزين نعرف برضو رؤيتك حجم العظمه اللي اتحققت في هذا اللقاء بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. الحقيقه مباراه طبعا كان كل الناس بتتفرج عليها ولا منهم، يعني كنت بحاول اقلب بين المباراتين، لكن الاساس طبعا او الميني ايفنت زي ما بيقولوا كان هي مباراه بايرن بي اس جي. بعتقد ان بايرن بدا المباراه افضل، حتى اختيار التشكيله مباراه خطوط يمكن يعني ناجزمان كان دارس بي اس جي اكتر، مهتم بالمباراه اكتر. جالتييه دخل نفسه في ورطه فنيه ما كانش في حاجه ليها، انه يلعب الكارت بتاع امبابي هيغيب، لا ده بينزل التمرين، لا مش هيشارك. هما كان في غنى عن كل ده. انت عندك اقوى ثلاثي في العالم، العب بيهم الثلاثه ومفيش عنصر مفاجاه تماما يعني، وبرده هيبقى صعب على اي دفاع. فبالتالي اعتقد انه فقد الكارت ده، من ما بين انه مش هيشارك لا هيشارك دخل التمرينه، ما بين انه بيخش في الدقيقه 57 تقريبا كان داخل المباراه متاخر قوي بعد ما هم كمان اتاخروا في النتيجه. امبارح انا قاعد كريم بتفرج على عظمه بس جمال موزيالا والكره في رجله. موهبه اعتقد انه نجحت المانيا في انه من تغيير انه يلعب يمثل انجلترا، ولا نجحوا ان هم ياخدوه. هيبقى اهم لاعب في بايرن الفتره الجايه، بقى اهم لاعب في المنتخب الالماني الفتره اللي جايه، متعه الكوره في رجله. بعتقد انه تغييرات كمان ناجلزمان كانت هي اللي رجحت كفه بايرن على حساب بي اس جي. فوز خارج الديار مهم قوي لبايرن. بي اس جي تاني يخش في ورطه انا كل الارقام الفلكيه اللي بدفعها دي في اهم لعيبه في العالم ومش هيتحقق حلم الشامبيونز ليج. فاعتقد بي اس جي وكمان جاي من استحقاقات اعتقد كانت الدوافع المفروض تبقى اعلى، يعني هو خسران المباراه اللي فاتت من موناكو في الدوري، المباراه اللي قبلها خرج فقد اول بطوله محليه في دوري الكاس من مارسيليا. فبالتالي كان محتاج قوي انه يفوز على بايرن. اعتقد هيكون الاستعداد مهم قوي لمباراه العوده، لانه بي اس جي يعني ما عندوش رفاهيه انه يطلع من الشامبيونز تاني او انه يخسر بطوله بالحجم ده تاني، خصوصا ان هو متصدر دايما الدوري الفرنسي. يعني هو احنا بنقول دايما ان هو ما فيش تنافس، يعني دوري ما فيهوش تنافسيه، فهو دوري شويه الفرنسي. ورغم ده كمان يعني انا هوند بيخسر، يعني حتى انت البطوله المحليه المفروض انت ماشي فيها زي القطر بتخسر يعني. وهل ده منطقي؟ يعني فعلا الارقام الفلكيه والاسماء الرنانه المدجج بيها السكواد بتاع بي اس جي مش المفروض ياخدوا اي بطوله هم بيشاركوا فيها؟ مفروض، لكن عارف الاستعجال في المشروع ده اكتر مشروع فيه استعجال كروي شفته في حياتي. يعني فكره ان انا افتكر انه لما اجيب كل النجوم اللي في العالم انا دوري الابطال هيتحقق بكره، في حين انه مثلا مدرب زي جوارديولا والناس بتقول انه اعظم مدرب موجود دلوقتي ومعاه فريق قوي جدا مانشستر سيتي بياخد الدوري الاصعب وبرده بتبقى صعبه عليه الشامبيونز ليج. فمش يعني لازم يكون المشروع بتكتيك معين وبدراسه وانت بتحضر لقدام، لكن اجيب اكتر لعيبه جاهزه واحسن لعيبه في العالم عشان اخد دوري الابطال السنه دي مش بتحصل كده ابدا. صحيح. فبالتالي الاستعجال اكتر مشروع فيه استعجال على القاب هو هنشوف السنه دي هيستمر في ده ولا هيبقى في حاجه ثانيه. يعني بص عندنا لسه طبعا بروسيا دورتموند وتشيلسي، وعايز اتكلم معاك اكيد انا وكريم برضو في ملف ليفربول ومحمد صلاح، بس خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. ثانيه تابعنا معاكم مجموعه لقطات للتدريب الصباحي للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ولسه دردشتنا مستمره مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده النقد الرياضي الاستاذ آسر حسين. وقفنا معاه في الكلام
عندي سؤال نهاوند تحديدا ليه، كان ليه علاقه بروسيا دورتموند وتشيلسي. صح كده بنكون عندنا صح كده كابتن حافظ ازاي؟ ايوه. الحقيقه كريم مباراه يعني يمكن مهمه جدا للفريقين. تشيلسي صارف في سوق انتقالات يناير بس 323 مليون استرليني، والاستحقاق من بعد الارقام واللعيبه اللي جت في 8 لعيبه هي نقطتين بس، تعادل هو متراجع جدا في الدوري الانجليزي، متراجع جدا في الدوري في المركز العاشر، تعادلين مع فولهام وست هام، ما اعتقدش ان ده حجم يعني النقاط اللي تيجي على قد الاستثمار ده. فبالتالي محتاج يكون العوده دايما كره تقول لك ارجع من ستيج مهم او ارجع من مباراه كبيره، محتاج ان تكون اعلان ان تشيلسي جاي من خلال مباراه في دوري الابطال، فمباراه مهمه قوي لتشيلسي. جراهام بوتر محتاج جدا الفوز عشان تهدى شويه فكره قلق الجماهير بتاعه تشيلسي على مستقبل الفريق، لانه حجم انت بتتكلم ان كره طبعا اضلاع مهمه، اداره ومالك للنادي وجهاز فني، لكن انت قدام طموح مالك جديد للنادي عايز يعوض عصر ابراهيموفيتش، فانا كمان بعرف اجيب لعيبه، فعمال بيجيب لعيبه كتير منها جدا المدير الفني مش هو اللي طالبها، هو مطالب ان هي تشارك. ويمكن شفنا اخر مباراه اول مره تشارك جزء كبير من اللعيبه، 6 لعيبه كانوا في التشكيله من الصفقات الجديده، فبالتالي اعتقد هيكون في دمج النهارده في مباراه دورتموند للعيبه دي انها تشارك. دورتموند الناحيه الثانيه بعتقد انه كان اداؤه كويس في المجموعات، يمكن صعد ثاني بعد مانشستر سيتي، وده طبعا متوقع جدا، خد نقطه من مانشستر سيتي واتغلب المباراه الثانيه، ماشي الثالث في الدوري، وفي المنافسه هو يونيون برلين اللي احنا بنتمنى انه يتغير اسم بقى الدوري الالماني من دوري بايرن، يعني يبقى في بطل جديد. فدورتموند طبعا اعتقد ان الموسم بتاعه اول مره اسمع الاسم اللي انت قلته. دايما يقول لك كده مش بوندس ليجا، يقول لك بايرن ليجا، فهو خلاص يعني يونيون برلين لاول مره بيخش شويه مع بايرن ميونخ في المنافسه. فبعتقد انها مباراه مهمه الاثنين. دورتموند محتاج برضو انه يعمل استحقاق في دوري الابطال. تشيلسي مطالب جدا جدا بالفوز على حجم الاستثمار في الفريق، ومحتاج انه يلاقي نقطه للرجوع في الموسم. يعني دايما بيتساب المدير الفني يقول لك طيب هل هو قادر، انا سايبه حتى لو انتاج متراجع، بس هل قادر يرجع الامور او لنصابها الحقيقه او يوقف الفريق على رجله؟ اعتقد ده الرهان على جراهام بوتر في القصه دي، انه رغم التراجع في نتائج الدوري احنا ممكن نرجع من تشامبيونز ليج، وممكن الموسم يتغير خالص نقطه التحول. فبالتالي مباراه دورتموند النهارده نقطه تحول لتشيلسي. طب تعالى بقى نروح شويه لليفربول، لان ده ملف برضو مهم، ناس كتير بتتكلم عنه يا ياسر، بس مش فاهمين قوي ليه المستوى المتراجع ده لليفربول، رغم طبعا الفوز اللي كان امبارح، كان امبارح فيعني الناس فرحت شويه، كان تقريبا اول امبارح مش امبارح. ف ايه اللي بيحصل في ليفربول؟ هل ده مشكله اداريه، ولا يورجن كلوب اتس تايم ان هو يمشي، ولا يعني خلينا نفهم. سؤال مهم. يمكن احنا كنا لسه بنتكلم عن عناصر اللعبه، بعتقد ان نفس القصه في اضلاع الكوره في ليفربول كلها كان فيها شويه مشاكل. الفكره انه دايما الكلام على مجموعه فانوي اللي في ليفربول، ومطالبات برحيل الملاك، طيب هل في كلام ان النادي ممكن يتباع؟ طيب لعنه الموسم السابع بالنسبه لكلوب، هل هو كده طلع كل الكره اللي عنده وخلاص كده مفيش حاجه، او مشروع بناء ليفربول اللي قعد معاه وحقق فيه كل البطولات اللي كانت غايبه عن النادي، من دوري لدوري الابطال لاف اي كاب للكاراباو كاب، حقق كل الالقاب، فبالتالي للكوميونتي شيلد برضو دوري الدرع الخيري، كل حاجه حققها، فبالتالي هل ده كفايه؟ طيب طريقه لعب ليفربول ليورجن كلوب متمسك بيها لحد النهارده، هل هو معاه نفس الادوات الفنيه انه يعمل بيه ده؟ الحقيقه الاجابه لا. من وسط ملعب شاخ جدا وكبر جدا في السن، كنت خروج ساديو ماني في توقيت غريب جدا بصراحه، بعيد كمان عن 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 عن, عن الامور الفنيه. انا هوند بعتقد اسوا صفقه على مدار السبع سنين فات عملها ليفربول هي بيع اللعيب ده ب 30 مليون. اسوا صفقه انه يروح بالرقم ده لبايرن، بعتقد بايرن عمل اعظم صفقه وليفربول عمل اسوا صفقه. خساره لعيب زي ده بالسعر ده، حتى ما جبتش فيه سعر كبير ممكن تعوضه، كان لسه برضه ما سمعش قوي مع البايرن ساديو ماني لاعتبارات كتير ولظروف كمان، اكيد اكيد اكيد، وغيابه طبعا الاصابات والمباراه بتاعت امبارح بالظبط كريم. فبالتالي ان كل العناصر، انا هوند ردا على سؤالك، مش مظبوطه في ليفربول. فكره كنا بنقول انه اشطر واحد في فكره التعامل النفسي مع اللعيبه والوان تو وان سايكولوجي، وانه كان بيطلع بيحتوي صلاح وبيحتوي ماني وبيحتوي فيرمينيو، قادر يطلع منهم، دي كمان الفريق فاقد المورال وفاقد الروح بشكل كبير جدا. تغيير المراكز، تغيير طريقه اللعب، كل ده مؤثر بشكل كبير. ورغم ده محمد صلاح في اخر مباراه اتصرف، حتى لو الشاره مش على دراعه، اتصرف انه كقائد، يعني يمكن في تصريحاته دافع جدا عن اكتر لاعب تحت سهم الانتقادات هو داروين نونز اللي دفع فيه 100 مليون، وقال
هيجيب اجوان، انا باكد لكم، وانا بدات اتكيف مع طريقه لعبه رغم ان هي بتصعب على الامور شويه، لكن انا اللي هتكيف مع طريقه لعبه وبيجري ازاي، وبدانا نتفاهم. دافع عن اللاعب الصاعد الجديد باجيتيتش اللي بيقدم مباريات كويسه جدا، وجي الحل من لعيب صغير اللي كان بيشارك السنه اللي فاتت في دوري 18 سنه النهارده بيلعب مع ليفربول في الدوري، فبالتالي بيحاولوا يرجعوا نفسيا. اتكلم عن نقطه مهمه، وانه كانوا كلهم بيتفقوا في اوضه اللبس انه المباراه اللي فاتت وديربي المرسي سايد مع ايفرتون ممكن تكون طريقنا لتعديل المسار في الدوري، سوري في الموسم كله. فده نقطه مهمه جدا. الحاجه الايجابيه الوحيده في المباراه غير طبعا الفوز، انه الجون اللي دخل اللي سجله محمد صلاح، يعني كلاسيك محمد صلاح طريقه نويتا، انها فينتج ليفربول، انها لمحه تديك الامل ان ممكن ليفربول يرجع يلعب طريقه لعبه، لان هي فكره السويتش او التحول اللي كان بيعمله ليفربول، او انه كان من احسن الفرق اللي بتلعب كاونتر اتاك او الهجمه المرتده في اوروبا. الجون لما دخل ادانا امل في ده، خاصه انه تم باستخدام انه نموذج للكاونتر اتاك، نموذج باستخدام نارو نونز كريم، فيديك امل انه اللاعب ممكن التفاهم او الكيمستري بينه وبين محمد صلاح يزيد في الفتره اللي جايه. فالجون كان مهم جدا، الفوز في الديربي مهم جدا، اعتقد لازم يبنوا عليه في مباراتهم اللي قادمه مع ريال مدريد. يعني اكثر حاجه تهمنا في ليفربول هو محمد صلاح طبعا عوده للتسجيل مهمه جدا. طبعا فرحنا جدا دي، حتى هو الطريقه اللي وقف بيها بعد ما سجل الهدف، يعني بنظره كده ذات تنهيده، يا تنهيده وحشتنا الوقفه طبعًا دي دايما فيها شموخ. لكن هل تعتقد ان المتغيرات اللي استجدت في ليفربول في الفتره الاخيره واللي خلته مش موجود في الاماكن اللي الطبيعي انه يكون موجود فيها، هل ده ممكن يبقى له اي انعكاس سلبي على محمد صلاح وعلى استمراره مع الفريق، اخذا في الاعتبار ان هو طبعا عقده لسه ممتد لغايه 2025؟ سؤال حلو يا كريم. يمكن محمد صلاح بيؤدي قال حاجه مهمه جدا في التصريح اللي بعد اللقاء، في لقائه بعد المباراه، انه انا كنت ببص على نفسي كمحمد صلاح بشوف هل تراجع النتائج ده انا في حاجة أنا مقصر فيها، أو في جزء في منظومة اللعب، أو في الأداء البدني، أو أني أدي أو أخلص للتيشيرت أكتر، أو نعرق في الملعب ما عملتهاش، رجعت نفسي لقيت أنه لا. طب هل ممكن أزود بره أو أتمرن خارج الملعب وأعمل ده، ده هيأثر على أدائي ويخلي ليفربول أحسن؟ عملت ده ولقيت أنه لا، تمام، في حاجة كانت غلط في الأداء بتاعنا، لكن أنا ما قصرتش في حاجة. محمد صلاح نموذج للمحترف المثالي، فبالتالي الفكره ان احنا بنقول انه زي ما انت بتقول ده سلبي انه ليفربول، ان احنا هو عودنا على كسر الارقام القياسيه وعلى تحقيق حاجات لا يمكن يجي لعيب افريقي مش بس مصري انه يحققها في ليفربول او في انجلترا. فاحنا بس بنخاف على فكره انه الفيري تيل دي يحصل فيها خلل او حاجه، او انه فكره انه كل سنه بيترمز اكتر الاسطوره بتزيد. لكن باحترافيه محمد صلاح ما اعتقدش انه تفكيره الحالي في القفز من المركب، بالعكس هو بيشوف ازاي الفريق يقدر يرجع لمستواه. احنا قلقانين طبعا لانه عايزينه ما يعديش اي موسم بدون القاب، او باي موسم يبقى موسم صفر لمحمد صلاح، بنتمنى عكس ده تماما. لكن اعتقد التقييم هيكون يا كريم في نهايه الموسم، حتى ليورجن كلوب نفسه، انه لا يجرؤ شخص في مدينه ليفربول كلها بما فيهم الملاك على اقاله هذا الرجل. لو شاف انه ادى اللي عنده هيبقى القرار من عنده هو عنده تصريح المباراه اللي قبل في البريس كونفرنس قبل مباراه ايفرتون، انا باقي هنا انا مش رايح في حته. الله. يورجن غريبه جدا يورجن كلوب. فلو حس ثقه انا مش عارفه، ما بقتش احبه بتكلم يعني بغض النظر طبعا اكسب بقى عشان ارجع احبك. لا بجد، لا طريقه تعامله مع محمد انا ما بحبوش او ما بقتش عشان محمد صلاح مرتبط باللي شفتيه بيعامله هو ده 100%. لا هو مش جوزه 100%، هو فعلا تعامله الاخير مع محمد صلاح ما مش راضي ناس كتيره، يعني حتى انا ما شفتش تصريح لكلوب طلع دافع عن محمد صلاح وقت الهجوم اللي كان لازع جدا من جماهير ليفربول لما كانوا بيحملوه تراجع مستوى ليفربول، ما شفتش تصريح واحد من يورجن كلوب طالع بيدافع فيه عنه خالص. اعتقد حصل شويه يعني جفاء في العلاقه شويه، او حصل شويه كده يعني تنشنه في العلاقه في مساله تجديد محمد صلاح، وفكره انه كان يورجن كلوب بيتصدر ليه اللي الاداره عايزاه، او بيقول انه احنا عرضنا كل شيء محمد صلاح وهو رافض التجديد. الناحيه الثانيه وكيل محمد صلاح الموضوع شخصي بالنسبه له، دي مصلحه وكيله ومصلحه اللاعب محمد صلاح. فحصل شويه جفاء، لكن بعتقد انه العلاقه بقت افضل بكتير يا نهاوند، حتى لو حصل فيها شويه تراجع، لانه هو محتاجه جدا. وزي ما بقول لك تاني وباكد لك، رغم انه مش هو اللي لابس الشاره، لكن القائد الحقيقي في الملعب هو محمد صلاح، واعتقد خارج الملعب كمان شفت ناس بتلبس الشاره جوه الملعب، ساعات هي اللي بتغرق الفرقه ومنهم فان دايك. فبعتقد محمد صلاح انه في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء هو اللي بيحتضن باجيتيتش، اكتر لاعب محتاج انه ياخد الثقه من اللعيبه السينيورز او الكبار ويقول له انت اضافه كبيره، انت من ساعه ما شاركت معانا والفرقه احسن
المعدل الجري اعلى، وفريق لاعب لسه ما كملش 19 عام، دفاعه عن داروين نونز، بالتالي انت بتصريحاتك بتؤكد ان انت القائد الحقيقي لما انت تدافع عن زمايلك في الفرقه وعن اللعيبه اللي انت عارف انها تحت ضغط جماهيري. تمام. يوم الاثنين 27 فبراير في ايفنت كبير هو جايزه ذا بيست، وانت طبعا عارف اكيد تفاصيل الجايزه دي، لكن من ضمن الامور اللي كانت ملفته لنظر ناس كتير قوي الحقيقه فكره عدم وجود اسماء بعينها، غريب ان هم اسمائهم مش موجوده على صعيد المدربين، حد زي وليد الركراكي مثلا، حد زي ديشامب مدرب فرنسا، عدم وجود اسمائهم من الاساس غريب. عدم وجود اسم محمد صلاح ممكن نتكلم حواليه، يعني في ناس مستغربه جدا من عدم وجود الاسم ده، وفي ناس تانية بتقول في ضوء اللي حاصل واللي احنا كنا بنتكلم فيه فطبيعي ان يبقى الاسم مش موجود. انت شخصيا شفت الاسماء الغائبه ازاي؟ بعتقد يا كريم انه كل سنه في الجائزتين سواء فيفا اللي هي تبع ذا بيست تبع الفيفا او حتى في البالون دور، كل مره بنشوف حقيقه معيار احنا اللي جوه المهنه سواء في الاعلام الرياضي او الصحافه الاعلاميه احنا نفسنا مش فاهمين اللوغاريتم ده وقادرين نفكه، بانه كل مره معيار مختلف. في سنين كان لعيبه بعينها غايبه جدا عن اي تتويج، مفيش موسم محلي او موسم او الباترن او الاستحقاق على مدار الموسم كان سيء جدا بالنسبه لهم، مفيش اي حاجه، وكانوا بيتحطوا في مش بس الليست، في القايمه الشورت ليست، القايمه المختصره او القايمه النهائيه. فالمعيار غريب جدا. خروج ديشامبو هو وصيف كاس العالم غريب جدا. ركراكي اللي عمل واحده من افضل يعني ملحمه في كره القدم، بعتقد كان لازم على الاقل يكون فيه حتى لو مش هيكسب في اخر ثلاثه، مفيش كلام عن ده. ده يعني احنا مش بن يعني مش عشان مش انحياز عربي، ده حاجه ما تغيبش على اي حد. خروج محمد صلاح بعتقد انه لو المقياس على استحقاقات الموسم او على السنه اللي فاتت بالسنه دي المفروض يخش في دايره الترشيحات، لكن استبعاده خالص برضه ده بالنسبه لي اعتقد غريب شويه. لو هي بالالقاب برضه تاني في اسامي بتخش ما حققتش اي القاب، فمش يعني الحقيقه الموضوع شويه غريب كالعاده. لكن طبعا بقول لك يعني باكد لك على مدار سنين في احيانا كان ميسي بالتحديد بعيد عن القاب مع نادي سواء كان برشلونه او باريس سان جيرمان، وكان بيخش او بياخدها. ما بالك دلوقتي هو معاه اكبر استحقاق اللي كان بيتمناه كل فرد في محب للكوره في العالم، ارجنتيني او مش ارجنتيني، مصري، ايا كان، انه حقق كاس العالم ويخش في حزبه بقى العمالقه اللي حققوا الكاس العالم لبلدهم، فدلوقتي طبعا هو الاقرب. يعني ما تيجي نروح نتكلم بما ان احنا بنتكلم عن بعض الانديه ومستواها واللعيبه، كريستيانو اخباره ايه مع النصر؟ انت بتشوف التجربه حتى هذه اللحظه ايه؟ التجربه ممكن تتقاس بطريقتين. تجربه فيها اللي بيسموها الوين وين سيتويشن، انه مكسب للطرفين طبعا. الامور الماديه والتسويقيه والامور الفنيه او حجم انعكاس، يعني التجربه دي فنيا هتفيد هل حصل ده؟ يعني احنا ما نقدرش نحكم من دلوقتي، بس هل سو فار حاصل ده على الطرفين؟ بعتقد انه اخذ في وهو لسه تمام يعني هواندو كريم 38 سنه اكبر عقد ممكن لاعب ياخده في العمر ده. الناحيه الثانيه النصر السعودي والسعوديه بشكل عام، يعني لان هم بالاخص ان هم ورا المشروع ده استفادت كبير جدا من الترويج باسم طبعا. كريستيانو رونالدو طبعا. خاصه ان البلد في خطه لاستضافه الكثير من البطولات السنين اللي جايه، واولهم زي ما اعلن امبارح استضافه كاس العالم للانديه ان شاء الله يكون الاهلي متواجد فيه، ويعني تبتسم ان شاء الله باول كاس عالم الانديه نحققه باذن الله. باذن الله. فبالتالي الاستفاده الترويجيه على ناحيتين. الامور الفنيه كريستيانو يبقى كريستيانو، اي مكان بيروحه بيبقى فيه اضافه للفريق، لكن بس في وهج بيزيد في اماكن بعينها وبيقل في اماكن ثانيه. يعني انت ما بتشوف وانت برضو بتتكلم على بني ادم هو متوهج خلقه طول عمره، يعني انا فرحت كريم عارف في الماتش في ناس شافت ان هو كده اتطفى انجاز التعبير. لانه يعني شويه لانه انت كمشجع كوره بتشوف نفسك يجيب جون، فما جاب سوبر هاتريك اربع طلاب بتفرج على الماتش بس ترجع تقول ده جابه في الوحده كريستيانو، عارف يعني انت بيحصل لك خلل شويه في قصه. فطبعا الكلام اللي لم يعني ما فيهوش اي تاكيد من الـ من الـ من الـ من المصادر الرسميه سوى تصريح رودي جارسيا انه كريستيانو هيرجع يلعب يوروبيان فوتبول تاني ويرجع يلعب كره اوروبيه تاني، لسه هنشوف. لو ازاي بقى كان الكلام فيه نفي من ايدي هاوي مدرب نيوكاسل، انه كان في كلام طالع من ماركا انه في اتفاق في العقد انه لو نيوكاسل اتاهل لدوري الابطال، وده قريب جدا في الدوري الانجليزي وقريب جدا مراكز التاهل، ولعب تشامبيونز ليج هيروح كريستيانو في اعاره يضيف لنيوكاسل في دوري الابطال ويشارك معاهم. بس احنا كنا سالنا جانب سعودي قالوا لا. ورودي جارسيا بعدها نفى ايدي هاو. رجع رودي جارسيا قال انه هيلعب كره اوروبيه، فبالتالي الامور متسابه. مش عارفين لسه، بنتمنى طبعا يعني نشوفه بيرجع تاني. يعني نقدر نتخيل او نقول ان وجوده حاليا مع نادي النصر هو ترانزيت
مؤقت لرحلة انتقال ممكن جدا وعارف يا كريم منها فيها هي فكرة المشروع ان صندوق السيادي السعودي بيمتلك الاثنين فانا ممكن وانت معايا طب. يعني تبقى بتروج لفريقين انا بمتلكهم هو اصلا فكرة رأس المال خلي بالك في الفترة الاخيرة في كتير من الصناعات يعني صناعة معينة تحولت إلى تجارة لا لشيء غير لسيطرة رأس المال طبعًا. وخصوصا لما يكون رأس المال ضخم واخد بالك إلى أي درجة سيطرة رأس المال أفادت الدوريات الأوروبية مسألة أن في عندك مستثمرين رياضيين عرب بيمتلكوا أندية في أقوى دوريات العالم هل ده انعكاس معين في رأيك؟ مفيش كلام سؤال حلو جدا يا كريم يمكن اللي كان بايونير في القصة أو استبق الموضوع ونجح في إدارته بشكل ممتاز خليته دلوقتي أفضل دوري في العالم بفارق كبير جدا عن الدوريات الخمسة الأوروبية هي تجربة الإنجليزية إنه ما عنديش مشكلة أن أبيع لمستثمر عربي لكن في النهاية ادفع الحقوق اللي عليك الفلوس داخلة للحكومة الإنجليزية من عوائد البث من عوائد الضرائب على نيوكاسل على نيوكاسل وعلى مانشستر سيتي قبل كده حتى أرسنال في اختيار الرقم اللي دفع من مجموعة الإمارات إنه الملعب يبقى اسمه ملعب الإمارات فكل ده كان استثمار ممتاز الملك لمستثمر عربي لكن في النهايه الشعبيه الجماهيريه لسه بتاعه الفريق والمستفيد انجلترا يعني الدوري الانجليزي كمشاهده وكانه الاعلى في المشاهده وكمان الحكومه الانجليزيه من عوائد بتخش للنادي. دخل متاخر جدا جدا الدوري الايطالي في القصه دي لكن للاسف الاختيارات كانت سيئه جدا في المستثمرين. يعني كبار ايطاليا انتر وميلان وقعوا في الخطا ده. انتر يمكن بدا بمجموعه كانت مش افضل حاجه وهي المجموعه الماليزيه بعد كده اتباعت لسانينج اللي المفروض حاجه صلبه جدا وقويه سلاح ذو حدين عشان كده بيقول لك دايما راس المال في الرياضه سلاح ذو حدين فعلا ممكن يبقى تجربه ناجحه وتجربه لو ده شفناها او قيسوا على باريس سان جيرمان هتلاقي برضو التجربه هي باريس سان جيرمان لسه انت مش عارف هي ناجحه ولا لا يعني هي في النص يعني هم كمحليا اوكي عاملين شغل بس هم ما فيش تنافسيه يعني اوريدي اصلا لكن الدوري ابطال اوروبا لسه ما شفناش اي حاجه بيقدمها بي اس جي فعشان كده لسه التجربه دي ما تقدرش تقيمها بس في انديه فعلا بتنجح في ده وفي انديه بالعكس بقى في ضرر اكبر بكتير مظبوط وتاكيدا على كلامك انه يمكن كمان لو كان مشروع بي اس جي حقق المطلوب منه او على قد الاستثمار وضخ الاموال ما كانش دلوقتي الكلام الرسمي من يعني الـ المجموعة بتاعة يعني العيلة المالكة نفسها القطرية في انه هيحطوا رقم لمانشستر يونايتد انه قبل يوم الجمعة لازم يسلم كل العروض وكل الارقام اللي هتحط وهو هم طرف من الناس اللي هتحط فلو كان المشروع بي اس جي اللي برضه خلفه قطر ناجح بشكل كبير او حقق المطلوب ما كانوش دخلوا في مانشستر يونايتد فبالتالي ده بيأكد انه ممكن استثمار بجرب في تجربة مش بينجح قوي بحاول اشوف استثمار تاني يكون انجح مع ليبل او براند قوي واقوى زي مانشستر يونايتد طبعا يعني اكيد في فرق كبير في رؤوس الاموال بين دول ودول تانية وحجم الثروات بتختلف من دوله لدوله تانية وده طبعا بيساعد كتير الدول اللي بتنعم بهذه الثروات فهم يبقى عندهم النوع ده من الملفات النوع ده من المشروعات المستقبليه مزبوط. هل تعتقد ان احنا في يوم من الايام في مصر ممكن نوصل لمرحله ان احنا اللي بقى بنعمل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي يعني ممكن يبقى عندنا قدره على جلب اهم واشهر واتقل الاسماء في عالم كرة القدم ونشوفهم بيلعبوا عندنا في الفرقة المصرية أملا في أن يبقى لده انعكاس تسويقي ونفس الكلام اللي بيتقال يعني اللي كنا بنقوله من شوية هل ده ممكن يحصل عندنا في يوم من الأيام؟ متهيألي ماديا ما عندناش القدرة صح؟ ما عندناش القدرة وما هياش يعني ممكن نوصل ده في الأول وفي الآخر برضه حسبة بس يعني الاساليب مختلفه يعني احنا لو لمينا من بعض وجبنا كريستيانو رونالدو معنا هنبقى اكيد حاسبينها كويس قوي وعارفين حتى لو لمينا مش هجيب بس ده لو عصرنا بقى هل انت محتاجه كريم ما هي دي برضه الفكره يعني مثلا التجربه السعوديه بشوفها ممتازه ومناسبه ليه ان الموضوع اكبر من الكوره الموضوع مشروع متكامل مشروع ده اللي انا اقصده سياحي انه كذا كذا ينفع يبقى عندنا مشروع مشابه مفيش مشكله بس مش بنفس الادوات يعني انت مش محتاج تجيب لعيبه بالارقام دي انت محتاج انت ممكن تكون بتقدم منظومه كوره محترمه وعندك سفره ليها وعندك منتخب قوي بيروح يعمل نتائج بره الاسم بتاعك كمنتخب مصر بيتعرف عالميا فبتجذب كل ده وبالتالي تقدر يبقى عندك العوائد دي والتجربه يعني مش هنعيد اختراع العجله التجربه القريبه هي المغرب اللي شرفت العرب كله دوله بحجم وعظمه وتاريخ وحرفنه البرازيل مش عارفين يعملوا مشروع مشابه عشان مش محتاج بنفس الادوات لكن مثلا انت بتتكلم على المغرب ما عندهاش حجم الثروات اللي بنتكلم لكن مثلا قدرت تشتغل بكل الماديات اللي تملكها على مدير فني قوي على منتخب قوي بقت عملت اكتر دعايه لفريقها بنات رابع عالم المغرب فريق عربي هو رابع عالم وصل لسيمي فاينل لاول مره لكاس العالم فبالتالي دلوقتي اتفرج على لما انا اروح للفيفا واطلب
استضافه كاس عالم الانديه، واطلب استضافه كاس الامم، واطلب استضافه بطوله اكبر، واطلب واطلب واطلب. انا مش غريب على اعين العالم. مصر تقدر تروح، التجربه دي اقرب لمصر، انه انا مش محتاج استخدم كريستيانو، محتاج ان انا الناس تبقى عارفه ان مصر عندها كوره قويه، عندها منتخب قوي، عندها دوري قوي. طبعا فتحنا دي محتاجه ثلاث حلقات، انه ازاي بقى عندك دوري قوي وجاذب للناس تتفرج عليه. كويس جدا. طب انا عندي سؤال لان الوقت بيخلص، فانا عايزه اروح للنقطه دي بقى. احنا دلوقتي بنتكلم عن راس المال وتحديدا العربي في كره القدم العالميه. ليه اصحاب راس المال دول العرب ما بيفكروش ان هم يدعموا الفرق العربيه بدل ما نروح ندعم فرق او نخلق فريق كامل اوروبي؟ يعني انا كده كده هصرف صح، بس اصرف وادعم الفرق بتاعتي محليه عشان حتى ارتقي بيه، يبقى كره القدم السعوديه القطريه يعني، ودول مين اللي هم اللي معاهم فلوس اكتر، خلينا نقولها بلغه بسيطه. ليه ده ما بيحصلش؟ ليه دايما بتجي استثمر في اوروبا؟ بشوف انه النظره الحقيقه مش نظره، يعني نظره استثماريه بحته، انه ايه الحاجه اللي هتجيب لانه ده في في فريق قوي جدا وراهم من اخصائيين اقتصاديين، من محامين، بيقول لك انه ده عايز استثمار يجيب لك عوائد حتى على مستوى دوله يكون بره. طب ما حدش فكر في انه يعمل النهاوند بتتكلم عليه حتى من وازع وطني؟ انت عندك من وازع وطني ممكن تقول انه على استحياء في الاربع خمس سنين اللي فاتت فكره البطوله العربيه، وانه جوائزها تكون بتوازي اللي انا الفائز من بطولات اوروبيه كبيره. ما تتكلم على مجموع جوائز دول، طبعا انتوا عارفين مش سرا يعني انه تم مخاطبه النادي الاهلي يمكن الساعات اللي فاتت على المشاركه في بطوله عربيه، وانه مجموع الجوائز بيوصل 10 مليون دولار. بس هو احتمال ما يشاركش لان هو مرتبط بكذا، وبعتقد ده هيكون القرار الانسب يعني، لانه انت عندك داخل على بطولتين في منتهى صعوبة بالزبط. ومطالب انك انت تم اختيارك الفريق المصري الوحيد في فكره في بطوله السوبر ليج، وعندك دوري ابطال افريقيا اللي انت بطلها الاوحد ب 10 مرات وبتسعى لل 11، فبالتالي انك تخش في بطوله ثانيه حتى لو العوائد الماديه، انا هخسر كتير قوي، اخسر لعيبتي واخسر ايجابي. فبالتالي شويه ردا على سؤالك، يمكن على استحياء فكره البطوله العربيه انها بتساعد. كنا بنشوف السنين اللي فاتت اسماعيلي عايز يطلع من كبوته الماديه فكان بيشارك، فكان محتاج الجوائز انه بيكون في عوائد وميزانيه. سؤالنا الاخير بقى لحضرتك، هتنورنا تاني امتى؟ انا بعتبر ان ده برنامج كريم. ايوه طبعا انت صاحب برنامج، ربنا يخليك. انا بنبسط انا معاكم دايما، ربنا يخليك. نورتنا يا ياسر بجد، نشوفك قريب باذن الله. طيب احنا كده الفقرة التانية خلصت، هنروح للفقرة الطبية المسجلة، هي مع كريم ودكتور علاء الدين احمد، ونشوفكم ان شاء الله الحد الجاي انا وكريم. مع السلامة.